سأعطي الكلمة للدكتورة ندى السوزي لتقدم مداخلتها. وشكرا. كنشكركم جميعا، كنشكر الحضور على هذا الاهتمام، حيت كنظن هذا الموضوع من المواضيع اللي يطبقها الكبيره اللي في المجتمع ديالنا. وكنشكر السيده كريمه صالحي اللي هي رئيسه الجمعيه للرعايه والمراقبه النفسيه، وبارك مدام صالحي. كنشكر جميع اعضاء المكتب، جميع الناس والطاقم ديال دار الشباب وديال الجميع الناس اللي شاركوا في هذه الندوه هذه، وباش يمكنوا بان المبادره تقدر تكون. هذه الندوه جات تزامنات مع اليوم العالمي لحقوق المراه. غندير المداخله ديالي بهذه النقطه هذه. علاش؟ حيت اليوم كنتحدثوا على المراه، وملي كنتحدثوا على المراه بعض المرات ما كنعطيوهاش دائما الاهميه اللي خاصها تكون، وهي نصف المجتمع. واليوم العالمي لحقوق المراه علاش يوم؟ حيت لابد على الاخر يبقى يوم اللي كنهضروا فيه علاش؟ على الحقوق. هو ماشي يوم المراه، هو اليوم العالمي لحقوق المراه، هو يوم فقط، هو غير كافي، ولكن كنظن بانه تبقى اساسي حيت مازال محتاجين على نهضروا على الحقوق ديال المراه. العالمي حيت في العالم كامل، ماشي غير في المغرب اللي حقوق المراه مهضومه. الحقوق اذا ما كنتحدثوش على مبروك العيد كيف ما تنقولوا بعض المرات، ملي كنشوفوا اليوم العالمي للحقوق مبروك العيد مبروك عليك هذا النهار، ولا هو النهار اللي غنعطيو فيه الورود، ولا غادي نعطيو فيه الشكلاط. هو اليوم اللي اخيرا نقدروا نهضروا فيه على الحقوق، وهذ الحقوق من نهار حقوق الولوج للعلاج. وباش يكون ولوج للعلاج خاص تكون التوعية، وهنا الحمد لله كاين جمعيات بحال الجمعية هذه، وكنشكركم ونعاود نشكركم على هذه الدعوة وعلى هذه المبادرة اللي كتخلينا أخيرا نقدروا نوعيو الناس، نوعيو الناس. وملي كنقول الناس نوعيو المرأة ولكن أيضا الرجل، حيت واحد التكامل في المجتمع خاصو يكون باش يقدر يكونوا حقوق، باش يقدر يكون واحد المستقبل أحسن للبنات ديالنا، نخليو المستقبل اللي هو يكون أحسن بالنسبة لبنيتاتنا. واليوم هادشي كيتصنع، وكيتصنع بطبيعة الحال انطلاقا من التحسيس، وانطلاقا من نشر الثقافة ديال الصحة النفسية وديال التوعية ديال أفراد المجتمع بأهمية طلب ديال المساندة النفسية. ملي كنهضر على المساندة النفسية كنهضر على الصحة النفسية. أنا كطبيبة هاد خدمتي وهي الحياة اليومية ديالي هو علاج الأمراض، بمعنى بانني انا كنجي في الطور الاخير ديال فقدان الصحه النفسيه. حيت ملي كنقولوا الصحه النفسيه ماشي هي فقط انعدام المرض، هي ايضا امور اخرى اللي هي ما كتقدرش تبدلنا دائما في الحياه اليوميه ديالنا. داكشي علاش مهم انه الواحد يفهم الدور ديال كل واحد، كل شخص في المجتمع. المراه في الدور ديالها، رجل في الدور ديالو، الطبيب في الدور ديالو، الكوتش في الدور ديالو، المعالج النفسي في الدور ديالو، كل واحد فينا عنده دور مع ادوار متكامله. اذا انا كطبيبه غادي نمشي غادي نتحدث عن الامراض. الامراض بالنسبه لي هي اخر مرحله في التطور، بمعنى بانه المرض نهار بان فاش بدا، وكاين اصناف من الامراض وغنرجع نتحدث عليها اكثر، ولكن هو اصلا باش بان وباش وقع المرض راه كان واحد التطور قبل. كنبقى انا دائما كنامن بانه الا بغينا نحبسوا بعض انواع الامراض ممكن ان نحبسهم الى درنا تحسيس من قبل، الا كان داك المراه وداك الرجل واعي بالخصوصيات ديال نفسيه المراه باش نقدروا نحافظوا عليها، ماشي حتى نفقدوها عاد نبداو نعالجوها. هاد الشيء اللي تنقول في المجتمع ديالنا حاليا باقي ماشي ممكن، باش نكونوا واضحين وواقعيين. غير هو الواحد اللي كيوعى به كيقدر يتفادى بعض الامور، كيقدر يجي بكري فعقب ما وصل لحاله صعبة جدا عند الطبيب النفسي يقدر يمشي على قبل، وهذا الشيء جائز بطبيعة الحال للمرأة والرجل. الموضوع اليوم هو علاقة الأسرة والصحة النفسية للمرأة، هو ديك العلاقة وهي علاقة في جوج ديال الاتجاهات، بمعنى بأنه الصحة النفسية للمرأة كتأثر على الوضعية ديال الأسرة، والوضعية ديال الأسرة والعلاقات اللي كاينين في الاسره كيأثروا على النفسيه ديال المراه، هما كيأثروا على الصحه النفسيه ديال كلشي، بمعنى بانه اذا كانت التوتر في العلاقات الاسريه راه صحه المراه وصحه الرجل وصحه الاطفال كلشي كيتأثر. غير هو اليوم كنهضروا على المراه حيت من طابوهات الكبار، لان في المغرب انا نهضروا على الصحه النفسيه واكثر اذا كانت ديال المراه، كنتقبلوها اكثر اللي كتكون ديال الرجل، مثلا في حاله ديال الادمان
كنقدروا تحدثوا عليها بسهوله اكثر. وكيقدر الرجل اللي كان عنده ادمان يمشي بسهوله اكثر. على الشاب الرجل اللي كان يكون عنده ادمان ماشي معناتها بان المراه ما تقدرش يكون، تقدر. غير هو في الدراسات الاحصائيات بينات بانه مثلا الرجل تيكون عنده ادمان اكثر من المراه. كيف ما المراه عندها بعض الامراض اللي هي كتبان فيها اكثر من الرجل، منها امراض ديال الاضطرابات بحال اضطراب القلق العام، بعض الاضطرابات بحال الاكتئاب اللي هما كاينين اكثر عند المراه. وهذا الشيء ما عندوش علاقه بالضعف ولا بالقوه، ماشي حيت المراه ضعيفه مثلا يبان فيها الاكتئاب اكثر، لا، هذو فقط من الناحيه الهرمونيه، من ناحيه الجسم والبنيه الجسميه، انه البنيه العضويه ديال الرجل والبنيه العضويه ديال المراه، انه كاين بعض الاختلافات في بعض الامراض، ماشي غير فقط في الامراض النفسيه، كاينه في مجموعه ديال الامراض العضويه واحده اخرى، ولكن في الامراض النفسيه كتبان بهذا الفرق هذا في الاحصائيات، انه بعض الامراض كتبان اكثر في المراه. ومن كنقولوا بانه اذا العلاقه علاقه مزدوجه، بمعنى بانه اذا كانت المراه عايشه في واحد الظروف اللي هي صعبه، كيكون الفرص اكثر انه يبانوا فيها هاد الامراض هادو. والرجل بنفس الطريقه راه يقدر يبانوا فيه، حنا ملي كنهضروا على المراه ما كنفيوش الرجل، غير هويا نقدروا نعترفوا بانفسنا بانه المراه كيف ما كان الحال في البيت كتبقى هي مصدر الحنان، كتبقى هي داك القلب النابض ديال البيت، هي اللي كترجع البيت كي عنده واحد نقولوا واحد الدفء اللي هو نقولوا في المجتمع ديالنا وفي جميع المجتمعات هو دور المرأة أكثر من هو دور الرجل. وهنا غنوجه الانتباه لبعض النقاط، أنه عندي مثلا نقدروا نهضروا على بعض الحالات، بزاف ديال النساء اللي كيجيو والشكوى اللي كنسمعها بزاف اللي هي كتكرر بطريقه كثيره، هي راجلي ما تيحلش فيا، هو راه النهار كامل يمكن خدام وتيشري لي هذاك الشيء اللي بغات، ولكن هي ما بغاتش داك الشيء كله، يمكن ما عمرها بغات كلمه حب، بغات حركه بسيطه اللي كتبين لي داك الحاله اللي وعد وراه يمكن النهار كامل مسكين تضرب تعمرها باش يجيب لي هذاك الشيء اللي بغات، ولكن ماشي هذاك دائما هو المطلوب. بعض المرات الحلول الابسط من حنا داك الشيء اللي كنتخيلو، هذا بالنسبه لي الاضطرابات اللي هي بسيطه ونقدروا نتفاداوها بسهوله بكل بساطه، انه بين الزوجين مهم انه يكون الرحمه والموده، وما كنقولش غير من جهه الرجل، غير هو المراه غنقولوا حساسه اكثر لهاد النقط هذه، وما كنتلقاش بزاف ديال الشكايات من طرف الرجال على هاد النقطه هذه في الحقيقه. وهذه بطبيعه الحال جايه ناتجه من اختلاف الطابع بين المراه والرجل في الشخصيات ديالهم، ما كنقدوش نقولوا شكون اللي حسن ولا شكون اللي قل، حيت ملي هضرنا هكا بحال كنقارنوا تفاحه مع بنادم كنقولوا اين واحد حسن الصحه، جوج بهم، هذا تكامل، هذا تكامل، وهذا هو التكامل اللي كيكون في الاسره، ملي كيكون التكامل بين الازواج بين الزوجين تيكون التكامل في الاسره، تيخلي واحد التوازن الاسري. هذه الاولى، دوك هنا كنلاحظوا بانه الا كان واحد التوازن في الاسره والاسره كترجع هي واحد النطاق اللي فيه المحبة، فيه الرحمة، كنعرف بأنني في ذاك النطاق تنحس بالأمان. هنا نقدر نقول لكم بأن واحد الجزء كبير من الأمراض النفسية كنقدر نتفاداو بهذا التوازن اللي هو بسيط الواحد يوصل ليه بطرق بسيطة اللي الواحد يقدر يتعلمها. أولا قبل كل شيء في الكوتشين مثلا، ولا غير بالتشاور بعض المرات، اللي هما طرق في التواصل. أنني نجلس مع الزوجة ديالي ونتحدث معاها، كيكفي بعض المرات باش يطفي داك العافيه اللي كانت غادي دير روينا في الطريق. وملي كنتحدثوا عاوتاني على الاثار ديال الامراض النفسيه على الاسره، بطبيعه الحال غيكون اثار، ولكن ماشي الاثار غير حيت المراه مرضات، لا، حتى الرجل الا كان مريض وفيه ادمان بطبيعه الحال غيكون اثار، غير هو ملي كتكون المراه اللي هي كيف ما قلنا داك القلب النابض ديال الدار كتلقى واحد الصعوبات كبار باش تقوم بالواجبات ديالها، وحنا عارفين ان الواجب ما بين الواجبات الكبار اللي حنا عندنا في المجتمع ديالنا واللي هما يا كيمشيو اكثر للمراه اكثر ما كيمشيو للرجل، طبيعه مثلا الامومه اللي كتكون، انه التربيه ديال الاولاد كتاثر. ما نقدرش حنا نمشيو نلوحو الحجره لواحد المريض ونقولوا له علاش مرضتي بسببك كثر وكثر. المرض ملي كيجي كيجي من عند الله، كيجي في بعض الحالات في بعض الظروف كيف ما قلنا اللي هي اساسيه، ولكن في حالات اخرين كيجي مثلا في الحالات ديال الاكتئاب ما بعد الولاده، كيجي من الهرمونات اللي هي ناتجه عن الولاده، بمعنى بانه شي حاجه اللي ما نقدروش نتفاداوها، ماشي شي حاجه اللي غنقولوا هكا كان الراجل تعامل معها احسن كان غيكون، لا، هذاك ما عندوش علاقه.
بحالو بحال السكر. السكر واحد النقص ديال هرمون الانسولين، الاكتئاب ما بعد الولاده نقص ديال هرمونات اخرين. بمعنى هنايا بانه واخا نكونو الظروف كاين عاوتاني واحد الانواع ديال الامراض اللي هي كتبان رغم كل شيء، وهنا خصنا نعرفو نتعاملو معاها. ممكنش نجيو نقولو لا هاد المرة خصها ديرو، خصها تكون، خصها كدا. وحتى العلاج هذاك اللحظة انه النساء اللي كيجيو لعندي واللي كيجيو مراض وحالة حقيقة يرتلها كيجيو معطلين، علاش؟ حيت ما كانش كلهم موجود العلاج. علاش؟ حيت ما بقاوش دائما داك الزوج مثلا ولا داك الاخ ولا داك الاب اللي غادي يفهمهم. علاش كنقول للرجل في هذه الحاله حيت الاكثريه الناحيه الماديه غادي تفرج عليه، اذا باش يكون داك الولوج العلاج خاطر الماده والماده غادي تكون ديما متوفره وما كيكونش داك التفاهم. وبعض المرات واللي هو بالنسبه لي هو اصعب حاجه، ان هذيك المراه هي اللي كتحكم على نفسها، هي اللي ما كتعطيش لراسها داك الحق انها تمرض. وهنا فين غادي نشد الانتباه ديالكم واحد الحاجه بسيطه، انه الا قلنا بان هذا الجانب هو جانب هرموني يقدر يوقع عند المراه يقدر يكون عند الرجل، ولكن كنهضروا على واحد نوع الاكتئاب اللي كيجي فقط بعد الولاده واللي هو ناتج على واحد الهرمونات اللي كينزلوا بواحد الطريقه كثيره بعد الولاده. كيفاش المراه تقدر تحاسب نفسها فراتو تمشي تعالج نفسها؟ هنا خاص واحد التغيير بسيط في العقليات. علاش؟ حيت هذوك النساء اللي كيجيو عندي معطلين وكانوا جاو بكري كان غيكون العلاج ديالهم من ابسط ما يكون. بعض المرات كيكون العلاج نفسي، بعض المرات تيكون كاينه وحده في النهار اللي ما فيهاش ادمان، ما فيهاش مشاكل، ما كتنعس، ما كدير مشاكل، ما كتحسش بها كاع، اللي كتسمح الرضاعه. حتى علاجات كاينين متوفرين، ولكن بزاف الناس النساء كيحرموا نفسهم من هذه العلاجات بسبب افكار مغلوطه. اذا هنا بالنسبه لي الواحد خاصو يشير لهذ النقاط والواحد يستوعبهم. وانتم اللي حاضرين اليوم كنطلب منكم انكم تهضروا مع النساء اللي في المحيط ديالكم وتوعيوهم انه ملي كنحس براسي حزين، رجل ولا مرا، ولكن انا كنهضر اكثر على المراه بسبب هذه الخصوصيات، ملي كنحس براسي حزين ولا حزينه، ملي ما كيدينيش النعاس، الشهيه تقطعات ليا، كنخمم دائما فيا غير البكيه وحتى حاجه ما كتعجبني، كيفاش نقدر نتقبل انني نبقى هكا وانا عندي الحل؟ علاش غادي نعاني وانا عندي حل بسيط؟ وداك الحل الولوج ديالو تيبقى دائما عنده علاقه بالماده، داكشي علاش كنوعي، واذا ماشي فقط المراه ولكن ايضا الرجل. بالنسبه للمراه اللي عندها الامكانيات غنقولها شجعي نفسك وسيري هاجي نفسك قبل ما توصل لواحد الحاله اللي هي صعيبه. وللاسف كنشوف بزاف ديال النساء اللي وصلوا بافكار اللي هي صعيبه بحال الافكار ديال الانتحار، والكلمه اللي دائما كيبقى فيك الحادث معاه هي اللي كتقول كون ما كانش انتحار حرام كون. وهذيك للاسف كلمه صعيبه، معناتها الواحد مرة ما وصلش ليها من نهار للدار، ماشي في يوم واحد كيوصل ليها، هذيك راها دليل على معاناه طويله كتكون دازت من هذيك المراه. اذا بالنسبه لي هادو هما النقاط اللي الواحد كيخصو ينتبه ليهم. كاين حالات اخرين بحال مثلا ديال الذهان من بعد الولاده. الذهان هو ملي كيكون واحد الانفصال على الواقع. هنا عاوتاني كنهضرو على امراض اللي هي ناتجه على اختلال الهرمونات. صعيب نقول لكم واش عضويه ولا ماشي عضويه، حيت حنا بالنسبه لنا كاطباء الفرق بين النفسي والعضوي ما واضحش ليا بزاف. بحال الا قلت لكم واش السكر مرض عضوي، نقدر نقول لكم لا، السكر مرض هرموني. اذا هنا كتهمو بانه داك الفارق بيناتهم ما واضحش دائما. والذهان من الامراض اللي هي خصوصا الذهان من بعد الولاده، ما نقدرش نقول بطريقه واضحه وصارمه انه عقلي ولا نفسي ولا عضوي، ما كتكونش باينه. في بعض الحالات كنحتاجو انه يكون بعض التحاليل، في بعض الحالات كنحتاجو بكل بساطه انه يكون العلاج. في جميع الحالات وكنأكد على الكلمه في جميع الحالات على الاقل كيكون تحسن. وداك الهدف عند داك الطبيب اللي كتجي عنده هو هدف واحد، انه يشوفك رجعتي لحياه عاديه. من بعد كتبقى واش بالدواء واش ماشي بالدواء واش هذوك هذوك بحال غتمشي عند واحد اللي عنده السكر غادي يجي عند الطبيب غيقول واش غتبقى بالدواء ما عرفناش. كنكتشفوا مع المريض حيت كل مريض كل شخص عنده الخصوصيات ديالو. ولكن هاد المرأة ما عالجاتش نفسها كيفاش غتقدر تقابل الدار؟ كيفاش غتقدر تقابل ولادها؟ إذا كانت خدامة كي غادي تقابل هادشي كله زائد الخدمة ديالها؟ نهار نقولوا هاد المرأة هي وراجلها متفاهمين كلشي مزيان، المرأة مرضات هاد المرأة، شكون اللي يهز المسؤوليات ديالها؟ إذا المهم أن المرأة تفهم أنه صحتها بين يديها وصحتها مسؤوليتها، وما يمكنش تلوم راسها على المرض، حيت كيف ما ربي خلق المرض خلق له علاج. وكيف ما عطاك واحد الابتلاء
عطاك معاه واحد الكادو هو داك العلاج وهو داك الامكانيه ان تحسن من وضعيتك. اذا الواحد ما خصوش يرفض بعض الامور اللي كتجي ولكن ما خصوش عاوتاني يستسلم ليها، خاصو يلقى واحد التوازن بيناتهم لان كل دايما في نفسه كيفاش نقدر ندير باش نحسن الوضعيه ديالي باش نكون حسن باش حتى انا نعيش مزيان، حيت العيش مزيان هي شي حاجه اللي في القدره ديال جميع النساء وماشي غير اللي حاضرين معنا اليوم، جميع النساء. غير هويا كاين واحد الجزء اللي بين يديك اللي هو تهلا في صحتي النفسيه، وكيفاش ندير باش تهلا في صحتي النفسيه؟ بالنسبه لي اول حاجه هي نحاول نقلب على داك التوازن في الاسره، نقلب على التوازن الاسري ديالي، حيت التوازن الاسري يقدر يكون سبب ديال السعاده. التوازن الاسري ما نقدروش نقولوا راه المراه بوحدها هي المسؤوله عليه، ولكن عندها الجزء ديالها في المشاركه ديالها. حنا ممكن نقلقني راجلي ما نغضبش نمشي نتحدث معاه، هذه حاجه كتبان بسيطه بزاف، ولكن ما تخيلوش العدد ديال المشاكل اللي حنا كنشوفوا كل نهار، الامور اللي كتظهر بسيطه ولكن هي الواحد في ذاك اللحظه في الحياه اليوميه ديالو ما كيفكرش يهمل بها. ودونك كانت التاثيرات هادو اللي تقدر تكون تاثيرات سلبيه وخطيره بزاف على الاسره، هي نقدروا بالامور اللي نقدروا نتفاداوها، حيت الازواج بجوج هما اللي مسؤولين على الاستقرار ديال الاسره ماشي غير المراه بوحديتها، الادوار متكاملين. غير هو كاين بعض الامور اللي ما نقدروش نحملوا المسؤوليه على الرجل من صحتك انت بنفسك، واخا عندي مشكل مع الزوج ديالي واخا يكون عندي مشاكل اسريه، نشوف في راسي ونشوف صحتي حيت انا هي المسؤوله الوحيده على صحتي. ما نقدرش واخا نكون كتقلق معايا غدا جا تصالح معايا، راه انا صحتي اللي تاثرت، وشكون اللي مسؤول على صحتي؟ انا. وشكون اللي كيعاني من ديك الصحه اللي مشات ليا؟ انا. اذا انا اللي خاصني نكون اول شخص اللي مهتم بالصحه ديالي ونعرف وقتاش نرسم بعض الحلول، ننتبه انه ملي نشوف بانني صحتي بدات كتاثر نراجع بعض الانماط، نراجع التوجهات اللي غادي فيها، نراجع طريقة كيفاش كنتعامل مع صحتي بصفة عامة وصحتي النفسية بطريقة خاصة. إذا هادو أمور اللي الواحد مزيان أنه ينتبه ليهم، حيت أنا كنظن بأنه مجموعة من الأمراض اللي كنشوفو حنا في الحياة اليومية ديالنا كأطباء هي من الأمراض اللي الواحد يقدر يتفاداها إلا تعلم يتواصل، إلا تعلم يعطي الأهل لصحته ووقت لنفسه. وبهاد الكلمة الأخيرة اللي غادي نضيفكم غادي نختم الدخلة ديالي، أنه كنت تقولوا لجميع النساء اللي كتعرفو انهم صحتهم خاصهم يحطوها الفوق فوق كل شيء، حيت صحتهم هي اللي كتخليهم يستمعوا. وكنشكركم.